بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، في إضافة بسيطة لما ذكرنا في الخطبة من مسألة العلاج، شنو قضية الصرع أو غيرها من الأشياء اللي بتصيب الإنسان، وأحيانا أنت ما بتلقى تفسير طبي مبرر للحاجة اللي بتحصل لك دي. يكون عندك صداع دائم، أحيانا يكون عندك أرق عدم نوم، أحيانا يكون عندك زهج، أو عندك اضطراب في جسمك، بترتبك، بتغضب بدون سبب يعني طبيعي. ولما تمشي تعمل فحوصاتك الطبية العادية ما بتلقى يعني أسباب واضحة، وكذلك الأطباء ما بيلقوا لك علاج بالنسبة لك مريح. ففي الحالة دي بيكون الإنسان أصيب بشيء من مس الشيطان، إما يكون سحر معمول للإنسان ومكتوب له كتابة، الشغل اللي بيعملوه الدجالين ده، إذا كان زول عنده معك أي مشكلة من المشاكل، ودي الأشياء المعروفة في المجتمع، إذا في زول منافسك في وظيفة أو منافسك في زواج مرة أو دايرك ما تتزوج أو إلى آخره، مش بيعمل الأسحار المكتوبة دي. أو أحيانا تكون إصابة بالعين، أو يكون مس من الشيطان زي اللي ذكرناه في الخطبة. فأيا كان نوع النزغ بتاع الشيطان، أيا كان نوعه، إذا وقع العلاج يكون كيف؟ العلاج يا أخواننا في السنة سهل جدا. أفضل نوع من أنواع العلاج قال ابن القيم رحمه الله تعالى هو التوكل على الله، ده أفضل سبب للعلاج. يكون يقينك بالله قوي وما خايف من الشيطان، وعقيدتك إنه الشيطان ما يقدر يعمل لك حاجة، وزي ما ربنا قال إنك إذا الشيطان كان ضعيفا، لا بد يكون ده اعتقادك. لكن لو أنت كبرت الموضوع وهمت نفسك والناس اللي حوالينك وهموك، وأكبر الوهم بدخلوه بتاع مراكز الرقية ديل، ده اللي أنا جايك لهم بعد شوية، أكبر وهم بدخلوه في الناس بتاع مراكز الرقية. شفت الوهم ده بيعظم الشيطان، والشيطان متى ما أنت خفت منه بيكبر عليك. ربنا قال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يعني الشيطان بيتعاظم وبقوى لمن أنت تخاف منه. وأعرف تماما أن الشيطان بيخاف منك أكثر من خوفك أنت منه، هو اللي بيخاف ما أنت. فأول حاجة أنت تعملها تتوكل على ربنا سبحانه وتعالى توكل تام، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما في حاجة بتضرك وما يقدر يعمل لك حاجة، ده يجي يخوفك يقول لك شوف والله الموضوع ده ما تبعد منه، أنا بمشي لك هناك وبكربك، أمشي أنت قول له والفكي بتاعك، ما تقدر تعمل حاجة. ربنا في القرآن قال فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. لا بد تكون دي عقيدتك، لكن لو بقيت خايف الشيطان بيلعب به. فأول حاجة نحن بندفع بها ونعالج بها السحر التوكل، التوحيد ده، توحيدك هو اللي بينجيك. طيب نمرة اثنين، العلاج عندك انت ما عند بتاع مراكز الرقية. القرآن ده ربنا نزله شفاء، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. خلاص
أول ما أصبت بأي مرض وحسيت بنفسك أنت ما مرتاح، أفتح المصحف ده وأقرأ من أي حتة أي مكان، ولو قريت سورة البقرة أفضل، أقرأ من أولها لآخرة، أقرأ سورة البقرة كاملة براك. وبرضو من السنة إنه تقرأ على الماء، تجيب كباية الماء العادية دي أقرأ عليها، ده الحديث في سنن أبي داود، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على الماء، أقرأ على كوب من الموية وزي اللي بتنفس عليه وزي اللي بتبزغ كده، لكن ما في بزاق، بتدفل كده بتنفس عليه وتقرأ سورة الفلق والناس، أقرأ سورة الفاتحة، صورة البسيطة كلنا حافظينها، أقرأ على الموية بعدين أشرب منها وأغسل جسمك، ده الشفاء، مش دواء، ده الشفاء. وفي فرق بين الشفاء والدواء، الدواء ده العلماء قالوا قد ينجح وقد لا ينجح، أما القرآن ربنا ما قال دواء، قال شفاء، يعني بينجح بينجح. الحاجة الثالثة، علاج مس الشيطان والسحر ما بياخذ زمن طويل، الزمن الطويل ده كله بجيبوا الوهم المواهيم بتاع مراكز الرقية ديل، يقول لك التبيان للعلاج بالقرآن، تلقى فاتح له محل وعنده سكرتير قاعد برا وبلجط القروش ونسوان قاعدات جوا وحدات بيصرخن وحدات شنو ديل، بالمناسبة أغلبهم ما عندهم أي سحر، أغلب الجوا ديل نسوان بيصرخن، واحدة تدق الحيطة وواحدة تمعط شعرها، ديل أغلبهم ما عندهم أي حاجة، مواهيم بس، الوهم منه وهم عمك بتاع الرغية ده، ده الوهم. يقول لا، أول حاجة أنت عندك 16 شيطان، 7 منهم من برا السودان وثلاثة من وين ما عارف، وخمسة دناقلة وستة جعلين، والله زيد أنا سمعته الكلام ده ما بقوله ساي، قال لا عندك 3 حبش قاعدين جوا، واحد قال لا زيد كده، يا ناس قلتوا القبائل اللي كمان جبتها من وين للشياطين؟ انت عارف بيوهمها كده ليه؟ عشان تستمر معه، والجلسة يقول لها ب 700، ها؟ ده كان بالاسعار القديمة، هسه ما عارف يكون بقى بكم، الجلسة ب 2000، انت جاي نفسك دكتور فضيل؟ جلسة ب 2000 شنو انت؟ يا اخواننا مسألة العلاج دي ابسط ما يكون، واعرف انه الانسان لو اصيب بحاجه زي دي وتلقاه عمل له 36 جلسه بتاعت رقيه، هو بيكون اتعالج من الجلستين الاوائل شديد، الباقي ده شنو؟ ده وهم كله، والله وهم. زي ما اقول لك، انا مره واحد زميلنا جاب لي اخته، قال لي دي عيانه ما قادره، لا بتقدر شوف تاكل، لا بتقدر تاكل اولادها، لا بترضع جناها، لا اي شيء، والله انا ما قريت لها ولا ايه واحده، رايك شنو؟ بقيت بسالها اسئله، في النهايه قلت لها اقول لك حاجه، انت موهومه سامع عندك اي شيء، قومي يلا امشي بيتكم، ومشت شديده، رايك شنو؟ شديده ما عندها اي حاجه، لانه الوهم بتاعين الرقيه ديل دخلوه، ده مرض اخطر من السحر، ده مرض اخطر من السحر ذاته، وأخطر من مس الشيطان، لأنه بخليك إنك أنت براك بتتخيل أشياء، إنه أنا الآن حاطير بعد شوية، تخيل كده أنا حاطير وإنت قاعد في الوطن لا طائر ولا أي حاجة، فالمسألة بتبني أوهام، عشان كده ما تودي إطلاقا مريضك ولا أنت ما تمشي لمركز من مراكز الرقية دي، العلاج عندك في البيت بسيط، ما قدرت تقرا على نفسك خلي اي زول يقرا عليك، اي زول يقرا عليك القران، قريه واحده القريه الثانيه انت بتبقى كويس، ادعو ربنا يا اخي، مساله بسيطه جدا، ادعو ربنا سبحانه وتعالى دعاء بس ان شاء الله تبقى كويس. فيا اخواننا المساله دي يعني طرقة بقى كثير، وانا والله استقبلت الايام اللي فاتت دي كميه بتاعت مكالمات كلها في الموضوع ده، واحدين من برا السودان يا اخي، اظرف حاجه واحده لقت عندي مقطع قديم انا بتكلم فيه عن علاج السحر وكده، ها؟ ودي انا من دوله شنو ذاته ما عارفها، الرقم ذاته ديت دوله ما عرفته،
قالت لي انا عامل لي سحر ودايراك من محلي ده انا دايراك تشوف لي انا عندي قال انا نفكي دايراك تكتب لي وتشوف لي انا عندي شنو قلت لها انا لا بكتب ولا بشوفك عندك شنو وبكم ارسل لك كم قلت لها انا ما عندي لك اي حاجه ولا جنيه واحد امشي اقري سوره البقره واقري الفلق والناس وتبقي كويس ان شاء الله مالك مال الوهم ده كله دير كلهم اوهموم لانه دي نقاطه دي لموا منها قروش تلقى بانين عمارات من الوهم دخلوا في النسوان والوحده تلقى باعت ذهبها عشان تجي تدي بتاع الرقيه دي المواهيم واوهم الناس العلاج في السنه بسيط يا اخواننا بس زي القلنا ده اعملوا وتوكل على الله ما عندك اي مشكله.